مبلغ قدره نقاطه وكذا. يعني انس سامي لو مكان رشيد ما راح تزين الامر؟ لا اشوف انا بسويه لكن عشان اني اشيل الحمل من اخوي، لاني انحديت انا ما في غير ذا الامر. معين كلامك الاول يبين انك ما راح تزين الموقف. انا ما راح ازين الفعل بس اني اللي اجبرت ابى ازين عشان اشيل الحمل من اخوي بس. انا اشوف ان الفعل حتى من المقدم غير مقبول يعني. كيف تجمل الصدق للأمر. هو تحدي بالنهايه سامي. لازم يعجزك عشان تزين شيء. في اشياء طال عمرك بديله تعجزني فيها. في اشياء بديله. في اشياء بديله انك تعجزني. يعني المقدم اخطا. انا اشوف ان المقدم اخطا صراحه. ممتاز. واشوف ان رشيد سوى الشيء ذا عشان يشيل الحمل عن اخوي وبيض الله وجهه. طيب بالنهايه يقدر رشيد يعتذر وصلى الله وبارك. بس هو لو اعتذر رشيد بياخذ خصم عليه زي ما قال ذكر المقطع. عادي طيب شك والله. والله انا اشوفه عشان انا اشوفه صراحه رشيد ما يعتذر يشيل الحمل عن خويه وبيض الله وجهه. انت كانك تقول عطني تحدي اقدر عليه. اي اي تحدي غير التحدي هذا، في تحدي غير التحدي هذا، في فكره غير الفكره دي. في اكثر من فكره يعني، مش الفكره دي انك تجيب لي ارنب نيه وتقول لي كلام. وجهه نظرك يا سامي لكن انا هي وجهه نظري في الاول والاخير يعني. انا اعتقد انه التحدي انه تكون النسبه عاليه انك ما تقدر تزينه. فهو عشان كذا هو جاب الامر هذا ورشيد ما قصر. لكن هل سامي لو قالوا خويك او صاحبك او زميلك في البرنامج عليه خصم يدخله برايم وطلب منه نفس الطلب، هل سامي راح ينفذه؟ والله بنفذه اكيد طبعا، ليش لا؟ لاني جبرت نفس رشيد بنفذه. اكيد يا سامي؟ نعم. ممكن كلام الليل يمحيه النهار. ما ندري عاد لياله لي اللهم صل محمد تختلف الايام يعني، بس انا اتكلمك يمكن يجيني نفس الموقف، اذا صرت بنفس الموقف بشله. الله يبيض وجهك اخوي سامي. وجهك يا بعدي. وما قصر. معنا المتسابق رقم 5 ظافر سالم القحطاني.